بالمناسبة دي يا أستاذ سعيد، يعني أنا أقدر أقول أنه برصد صحفي، وهنا ليس رصد الباحثين والحقوقيين، بالرصد الصحفي الإخوان دايما عندهم منظمات ملكهم وبفلوسهم، زي ما عندهم دايما مراكز بحثية، زي ما دايما عندهم مواقع إخبارية، هم اللي بيمولوها بشكل مباشر عن طريق شركاتهم، يبدأوا يصدروا تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويحاولوا طول الوقت أنهم يهيئوا للعالم وكأنها مؤسسات دولية، نظرا لأنها تحمل أسماء أجنبية وأنها مش عارف منشأة أو مؤسسة في إنجلترا، في أمريكا، في النمسا، في سويسرا إلى آخره. أنتوا بقى هنا كمجلس قومي لحقوق الإنسان كيف يرصد هذا الموضوع وكيف يتعامل معاه، لأنه أنتوا المؤسسة اللي ليها حق الرد بجانب بالتأكيد لجنة حقوق الإنسان في المجلس النيابي؟ عاوز أقول لحضرتك أنه 30 يونيو مش كشفت بس جماعة الإخوان سياسيا، هي كشفتهم حقوقيا، يعني نزعت عنهم الغطاء الحقوقي اللي كانوا بيستخدموه، لان هم لما اتكشفوا سياسيا حاولوا يلعبوا لعبه اخرى. طب خلينا نرفع مظله حقوق الانسان ونقول ان اللي بيحصل ده مش سياسه، ده حقوق انسان. الذي يعد التقرير والذي يمنح الاموال للمنظمات الاخوانيه والذي يتلقى التقارير سواء في البرلمانات الاوروبيه او في الولايات المتحده وغيرها من دول العالم او المنظمات الدوليه، الجميع يعلموا انها تقارير مسيسه، انها تكتب بغل السياسه، انها انتقام ومكايده للنظام السياسي. هتقولي طب امال هم بيتفاعلوا معاها ليه؟ مكايده في نظامك السياسي، طبيعي جدا. طبعا هم عارفين، لانه الابحاث والدراسات والتقارير الحقوقيه ادبيات الامم المتحده علمتها لنا، دي زي المسطره، 1+1=2. فاي باحث متوسط الخبره لما يمسك تقرير حقوقي صادر من اي منظمه اخوانيه هيعرف انه من حيث البنيويه ومن حيث المنهجيه ومن حيث الشكل ومن حيث المضمون ومن حيث استخدام المصطلحات هذا ليس تقريرا حقوقيا. هتقول لما بيتفاعلوا معاه ليه؟ بيتفاعلوا لانه في دول عندها مصالح وعندها ملفات بتتعامل مع دولتك دبلوماسيا، فما فيش ما يمنع انه يعني من وقت للتاني نطرح هذا الملف من باب يعني دي سياسة كبيرة قوي. لكن أنا عاوز أطمن حضرتك، كل ده اتكشف، الآن اتكشف. حتى المنظمات الدولية التي تورطت في إصدار تقارير مسيسة عن مصر، مش هقول لك أن النبرة هدأت، لكن خلاص بقى باين قوي أن تقاريرهم مفضوحة وأنها ليست تقارير حقوقية ولا تتمتع بحياد الحقوق، لأنه في معايير يا جماعة، في معايير يعني صارمة لإصدار التقارير الحقوقية. المشكلة فين بقى عشان أبقى أمين مع حضرتك والسادة المشاهدين؟ إحنا عندنا مشكلة في تسويق ما نقوم به، إحنا مش عارفين نسوق، إحنا مش عارفين مسألة إمكانيات. آه طبعا هم عندهم فلوس كتير وعندهم منظمات في أوروبا فاتحة مكاتب وبتقبض باليورو وبالفرنك وبالدولار، إحنا ما نقدرش نعمل ده. فهم بيتعاملوا يوميا مع الأحداث وعندهم شبكات صحفية عالمية، احنا ناس غلابة على قدنا بنعمل التقرير بنبعته للناس بنبعته لليون، فهي دي بس المشكلة. احنا مشكلتنا في التسويق مش اكتر، واحنا كمان ما بنعرفش نقول انه هم بره بيقول لك انتوا مهتمين بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، طب فين المدنية والسياسية؟ الحق في الصحة، الحق في الحياة الكريمة، الحق في البيئة النظيفة، الحق في السكن، الطرق، الكباري، كل هذه المبادرات هي جوهر حقوق الانسان. هي حقوق الانسان ايه بقى؟ طب غير كده يعني برضو انا اصلا بصراحه في الحاجات اللي زي كده بقعد استرجع بعض الذكريات وبعض ما ينشر في لم اضبط صحيفه او موقع دولي اتكلم على وضع حقوق الانسان ايام الاخوان، لما كانت الناس بتتضرب في الشوارع والشبان بتتقطع ودانهم في المحافظات عشان بيتمشى مع خطيبته امام الناس في وسط الشارع بمنتهى الاحترام والادب. ما شفناش حد بيتكلم على وضع حقوق الانسان لما كان المصريين بيمارسوا حقهم السياسي في الاعتراض فيضربوا في المظاهرات وصولا الى اطلاق النيران على المتظاهرين في الشوارع. طيب سؤال بقى، هو ليه المواقع الكبيرة وليه الجرائد الكبيرة وليه التقارير الدولية ما كانتش بتشير بالشجب وبالتنديد وبالهجوم الشرس على الإخوان في ظل كل ما فعلوه قبل 30/6؟ أيوة، لأنه قبل 30/6 كان هناك نظام عالمي جديد جوهره قائم على وصول الجماعات الإسلام السياسي إلى السلطة في دول العربية والشرق الأوسط، هي دي كان النظام العالمي الجديد،
انت حضرتك عارف وادرى مني. 30 يونيو اسقطت نظام عالمي بكل تفاصيله وبدات نظام عالمي جديد، ان مصر مش دوله اقليميه ذات ثقل، ان مصر جزء من النظام العالمي الجديد لا وجود فيه لجماعات الاسلام السياسي. وجماعات الاسلام السياسي دي المشروع الكبير اللي تبنته الولايات المتحده على يد المنظر بتاعهم نواف فيلدمان، ما هو كان مؤيد من الدول الاوروبيه وكانوا شايفين انه ان الاول لتغيير الانظمه السياسيه وتصل جماعات الاسلام السياسي الى الحكم ويعني يحصل ما يحصل. هي 30 يونيو عملت ايه باختصار شديد؟ لا، النظام ده مش هينفع معانا، احنا هنعمل نظام عالمي جديد. والله ما ببالغ، يعني الناس بس لو قعدت تقرا شويه هتعرف اللي انا بقوله ده كلام ما فيهوش اي مزايدات. فهم كان جزء منها ده. وانا اقول لحضرتك على حاجه ولا اخفي سرا، وانا كحقوقي كنت بلتقي مع بعثات دبلوماسيه وناس يعني بالبلدي تقايل قوي، وكان يطلب مننا ايام حكم الاخوان وانا مش في حال ان انا ازيع الهوى ان نقدم الدعم والمسانده للنظام السياسي لجماعه الاخوان والا نوجه انتقادات، وكان بالنص كده نعطيه فرصه لممارسه الحكم في هدوء. ازيدك من الشعر بيت قبل ما اختم. وهناك شخصيه كانت تتقلد منصبا رفيعا في الامم المتحده، وهذه الشخصيه موجوده حتى هذه اللحظه بس مش الامم المتحده، موجود في الكونغرس الامريكي، طلب ذلك من بعض الحقوقيين وطلب ذلك من بعض اعضاء البرلمان اللي كان موجود انذاك، واتقال لهم دعموا الاخوان وهتشوفوا احنا هنقدم لكم. والله طلب مني انا شخصيا وفي حضور اصدقاء ومن شخصية ذات مستوى عالي جدا في الإدارة الأمريكية. على كل للحديث شجون وهيستمر الكلام، لكن الكلام اللي احنا بنقوله ده وآدي نواتج 30/6. كل سنة وحضرتك طيب، وأنا مبسوط إن أنا ده احنا متنورين ومتشرفين كمجرة العادة.